Merci Sammy pour cet hommage, ce bel hommage. Je passe maintenant la parole à Mounir Ben Miled, figure connue du tourisme tunisien et ancien président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Merci Mounir. السادة والسادة، سي محمد بن اسماعيل شخصية وطنية فذة وثرية. سي محمد بن اسماعيل علم من أعلام تونس الذين ساهموا بقسط وافر في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. نلتقي اليوم في هذا الجامع الكريم الذي يشمل مجموعات مرموقة من أهله وعائلته وأحبائه وأصدقائه وشخصيات كبيرة للترحم على روحه الزكية والتعريف ببعض جوانب شخصيته المميزة بالخصال الحميدة والصفات العالية والأخلاق الحسنة. من يتعرف على سي محمد بن اسماعيل ويتعامل معه لابد له ان يكن له الاحترام الكامل ويتعلق بشخصه من اول وهله، لما يصدر منه من لطف في القول والخطاب، فهو يتكلم بهدوء ولا يرفع صوته مهما كان الموقف ولا ينزعج ابدا، كما يمتاز بتواضع تام مع كل من يتوجه له بالكلام مهما كانت مكانته، ولا يخجل عن السؤال عن شيء ليست له دراية به. هذه شهادة مني عن سي محمد بن اسماعيل، وهي مقدمة للحديث الذي سأخص به جانبا من شخصيته المهنية في ميدان السياحة، ثم أتعرض لعلاقة الشخصية به والذي انطلقت منذ 1960. النحو الأول هو مرحلة الإدارة العامة للسياحة. كما تفضل من سبقني بالحديث عن سي محمد كيف كان صحفيا ماهرا بارزا يعمل بدراية ومهنية في مجال الإعلام، ثم تحول إلى ميدان السياحة. هوني باش نحكي لكم الحكايه لحكايه سي محمد بيدو. كان يخدم في الدوله وفي المجال الاعلام، واذا به المجاهد الاكبر اللي نسميه وقتها في الحبيب بورقيبه قرر باش يسمي مدير عام السياحه. سال الناس شكون تعرفوا؟ ما تعرفوش. قال لهم جيبوا لي كل وليد سي محمد بن اسماعيل اللي بوه عنده تيل في تونس. هذاك يعرف السياحه. وبذلك سمى سي محمد بن اسماعيل مدير عام السياحة. وتميزت فترة سي محمد بن اسماعيل رئيس إدارة السياحة بعنصرين هامين ممكن مش الناس ما يعرفوهمش. العنصر الأول هو إعادة تنظيم هيكل الديوان العام للسياحة من خلال النظرة المستقبلية التنموية، وقد عزز إدارة السياحة بالعديد من الإطارات الشابة من بينهم المرحوم سي ناصر ملوش الذي كان من أصدقائي. كان سي محمد ملفا بجميع الملفات ويتابع بنفسه جميع المصالح، وكان يهتم بصفة خاصة أولا بمصلحة التكوين، فكان يرسل المرحوم سي ناصر ملوش ليطلع على أحوال الطلبة الذين كانوا يزاولون تعليمهم في الخارج ويتابعهم ويتابع مدى جديتهم ومثابرتهم على حسن الدراسة. العنصر الثاني أنا سميته عنصر التنمية الديفلوبمون، ويشمل فقرتين. الفقرة الأولى هي فندق، بناء فندق لرجال الأعمال، أن أوتيل دافير مودير أول واحد. هنا كيف باش نحكيها لكم كما حكى لي هو سي محمد، بحكم أنه نجح في إجلاب
أول شركة تسير عالمية الهيلتون اللي كان عندها أول أوتيل بنته في القاهرة وجابها من تونس باش يعمل أوتيل في تونس. وعرض على مندوب شركة هيلتون بعد المواقع كان يخمم هو قال له سيدي بوسعيد كمرد ولا شارع محمد الخامس منطقيين هذوما البقايا اللي كانت يستوجبوا الناس. لكن هذا البقايا هذوما ما عجبوش السيد ممثل هيلتون. طلب من سي محمد قال له طلعني في كيلو هليكوبتر نعمل دوره في تونس باش يشوف بعض التلال العالي. وطلعوا يدوروا في تونس. ولما وصلوا الى كرش الغابه قرب بالفدار قال له السيد الكلمه المشهوره يس ات ويل بي هير. وهذا اللي تبناه الهيلتون عام 60 شفتوا التصويره نتاعو والان شرطن ومازال موجود. اول نزل للرجال الاعمال في تونس بناء سي محمد الاسماعيل. العنصر الثاني هو السياحه الفاخره. خلافا لما يقولوا في تونس برشا ناس يتكلموا يقولوا في تونس اخترتوا السياحه توريزم دماس. هذا جو فيفو بروفي لو كونتخير. سي محمد الاسماعيل اختارت السياحه العاديه توريزم دولوكس. وعمل ما يسمى لي بالاس. ونظرته كانت نظرة مستقبلية. بناء بشوية بشوية بدا نظرة عامة ساعة لي بلاس مش كان في بقعة معينة. أول ما بدا بالكورنيش بلاس في بنزرت. ثم الميرامار في الحمامات. ثم سخانس بلاس في المستير. ثم ليزاك لبيت في القروان لا غالبة في القروان. وبعد تعدى القفصة بناء جيكورتا بلاس. وختمها يوليس بلاس في جربة. وكانت هذه أول عنصر متاع السياحة الضخمة توريزم بلوكس. وجاب معاه وجاب شركة تسيير شركة ألمانية اسمها شتاغنبرغر اللي هي ترجع لتونس بعد شوية. وبذلك بنيت السياحة على يد سي محمد بن إسماعيل. وأسس بعد ذلك الشركة التونسية لنزل السياحة. أنا أعتقد فالسياحة التونسية مدينة لهذا الرجل الفذ الذي أسس بنظرته المستقبلية الثاقبة القواعد المتينة العصرية التي انطلقت بها السياحة التونسية فيما بعد وازدهرت وانتشرت في ربوع الجمهورية. المحور الثاني علاقتي به الشخصية. كنت في ذلك الوقت شاركت في مناظرة مسابقة لاختيار مجموعة من الشباب المؤهلين للحصول على التكوين العالي في الخارج ليصبحوا من الإطارات الأولى في ميدان السياحة. وبعد أن اجتزت المسابقة بنجاح كان والدي متحير على مستقبلي بحكم أن السياحة لم تكن معروفة في تونس سنة 60. فطلب من صديقه والدي طلب من صديقه الحاج سليمان عم سي محمد كان عنده قهوة المغرب أحسن قهوة في البلاد السوري وسألوا قالوا عمك فكرة في ربيع شنو هي السياحة هذه؟ فالشيخ سليمان قال له أنا نقدمك توا الخويا سي مسعود يعرف السياحة خير مني لأنه ولده مدير السياحة. وخذلنا موعد الاثنين مع بعضنا مشينا قابلنا سي محمد وسألوا والدي قالوا شنو هي السياحة توا ثم فيها مستقبل؟ وقعدنا بقى سي محمد اسماعيل في بيان أهمية السياحة لمستقبل البلاد وبالتالي لمستقبل الشباب الذين سينخرطون في سلك الإطارات العليا للسياحة وشجعني على ذلك. وقد كان هذا أول لقاء بي بسي محمد الله يرحمه وعن طريقه كان دخول للسياحة ومسيرة الطويلة في السياحة وأنا مدين له إلى اليوم. بعد تخرجي من الدراسة بالطبيعة انخرطت في شركة تونسية للنزول والسياحة وكان يجيني ساعة ساعة وين كنت أنا موجود في بعض خدمتي. وعلاقتي تطورت أكثر عندما كنت في الجامعة التونسية للنزول بحكم أنه باقي صاحب نزل. شفت سي محمد بدا في الأول كما يقولوا وتلاجي وبعد حتى في الأخر وتلاجي باقي الكرتون قعد ديما العايث بن إسماعيل اللي طوروه بأحسن ما يكون. المحور الثالث هو جانب من شخصية سي محمد اللي ممكن ناس برشا ناس ينساوها.
كما ذكر قبل أنه كان يفتخر ويعتز بانتمائه إلى جزيرة جربة، والأستاذ قال الواقع الكل. لكن سي محمد عنده حاجة أخرى خلاف الطبع العادي بس عارفوه، تولى الإشراف على تصميمي وزخرفتي وطباعة أول مصحف للجمهورية التونسية سنة 99. وقد كان سي محمد يشرف بنفسه على جميع هذا العمل الجديد في مختلف مراحله، ويتابع مراجعاته ومقارنته مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ العلامة المختار السلمي أطال الله في أنفاسه، كان بيدو سي محمد يتبع ويعاود ويثبت إلى آخره. وقد استعان في هذا العمل الجليل بابنه كريم في اختيار أحسن مطبعات، واستقر الرأي في آخر المطاف على مطبعة في النمسا. إن طلعت كريم هذيك الصحة، فجاء هذا الإنجاز العلمي الفني والعلمي آية في الحسن والبهاء، سواء على مستوى الخط أو الزخرفة الجميلة أو الطباعة على ورق من الأوراق الراقية الفريدة، وهو مصحف سهل التناول لجميع المسلمين في العالم. وكان سي محمد في عمله في كل عمل يقبل القيام به أو الإشراف عليه يمتاز باستقلاليته التامة، فلا يقبل تعليمات ولا أوامر ولا تدخلات، مع الاستغناء عن طلب أي مقابل مادي لأي عمل يكلف به. وبعد ما خدم في الدولة وكم ساهم في عمليات كبيرة جزاء لما قدمه من أفعال ومساهمات كبيرة، أرسل له فرقا من مراقبي الجباية والصندوق الوطني القومي للضمان الاجتماعي، ريديسمون فيسكال، ريديسمون سي ان اس اس، هذاك جزاه فخرج منها برأس عالي، وكانت القطيعة النهائية مع النظام السابق. هذه بعض الملامح من شخصية سي محمد بن اسماعيل، مع المعذرة لأني لم أوفي حقه علينا لأن مجال ضيق، عطاوني 8 دقائق. فرحم الله الفقيد وأدخله فراديس الجنان، وأنزل على عائلته وأحبائه جميل الصبر والسلوان، ولكم الشكر.